تم تسمية محصول الفراولة بالذهب الأحمر لأنه كان يعود على المزارع بالعملة الصعبة، حيث بدأ إنتاج الفراولة من 67 بمساحة 1 دلم إلى أن وصلت الآن إلى حوالي أكثر من 3000 دنم، وهذا كمية كبيرة جدا. هذه الفراولة يعني أخذناها إن حوالي 20-25 سنة وإحنا بنزرع في الفراولة. كنا في الزمان نصدر الفراولة على الدول الأوروبية، ولكن بالنسبة للظروف الصعبة وتسكير المعابر هالجيس صار إنتاجها بس على الضفة الغربية، نسميه الذهب الأحمر التوت الأرضي. مساحة الفراولة في قطاع غزة تجاوزت هذا العام أكثر من 3000 دلم أو ما يزيد، بقدرة إنتاجية متوقع يعني تزيد عن 9000 طن، ولدينا بعض الحمامات أو الزراعة المعلقة تصل من 15 إلى 20 دنم، وهناك فارق في عملية الإنتاج والتكاليف بين الزراعة المعلقة والزراعة الأرضية، حيث يعتبر الفراولة المعلقة الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأخضر التي يتم استثمار كمية كبيرة في وحدة المساحة، حيث يمكن استغلال 22 ألف شتلة في الدلم الواحد بما يزيد عن إنتاج حوالي 8 إلى 9 طن لمساحة الدلم، بعكس المساحة المزروعة الأرضية التي تحتاج إلى حوالي 8000 شتلة وتنتج 3000 طن. بالنسبة لزراعة التوت يعني بنبدأ زراعتها هو في شهر 3 بنبدأ نحضر المشاتل. المشاتل هذه بنحضرها وين؟ في أرض بتكون معقمة ومجهزة بنزرع فيها الأميات. بعد ما الأميات هذه بنبدأ ننمي فيها ونكبر فيها، بتبدأ تسكر التربة اللي زرعناها حوالي نص دلم دلم على هو الكمية اللي أنت بدك تزرعها. بنبدأ نرحل من المشتل للأرض اللي حضرناها، يعني بتقدر تقول من أول 9 بنبدأ نحضر الشتل. بنشور وبنعقم الأرض وبنشورها ونجهز الأمور هذه، وبنبدأ زراعة من شهر 9. بنضلنا مستمرين من شهر 9 لشهر 10 بنبدأ نعمل النايلون، يعني تطلع الشتلة وبتنمو بنحط لها النايلون الأرضي. النايلون الأرضي من حد ما تكبر الشتلة بنحطها، وبعدها بنفرد السلك وبنعمل النايلون تبع الظهر على اساس انه لو اجى الشتاء ما ياثرش على الشتله. وبتبدا الامور هذه، نبدا بالتسميد والرش والحاجات هذه، والحمد لله يعني بنتمنى من الله يكون السنه سنه خير على المزارعين كلها. هي بالنسبة للتوت اللي فيه بنزرع على مرحلتين، فيه بزرعه على التوت الأرضي على الأرض وفيه في الحمامات، يعني توت معلق وتوت أرضي. التوت الأرضي يعني الدلم حوالي بياخد من 7500 شتلة إلى 8000 شتلة. الدلم
اللي معلق بياخذ حوالي 22,000 شتلة، على الرغم انه الدلم الارضي بكلف اكثر من المعلق بالنسبه للايش. لما تحسب هذاك الدلم بياخذ 3 دلوم ارضي او هذا دلم، اللي بتطلع للحمام بتلاقيه اوفر كثير من الدلم الارضي. يعني احسب الثلاث دلوم هان بكلف قديش وهناك بكلف قديش، والاستفاده من النوع المعلق بيخدم معك اكثر. يعني هذا ممكن يضل لشهر 4 اقصى لشهر 5 نص 5. بالنسبة للمعلق ممكن يضل للسهر 7 معاك لآخر 7 وانت بتقطف منه وبتستفيد منه. أنواع الفراولة متنوعة، لدينا أنواع قديمة، في منها الشارلي، في منها السويت شارلي، في ال 128، في أصناف الهداس ال 242، ودخلت بعض الأنواع تحت التجريب. تتركز زراعة الفراولة في شمال غزة لأسباب عدة، أولها طبيعة التربة الرملية التي تجود فيها زراعة الفراولة خلافا عن التراب الثقيلة أو المتوسطة، بالإضافة لعذوبة المياه، حيث يحتاج الفراولة إلى مياه أقل من 300 جزء في المليون، وهذه غير متوفرة في أغلب المناطق وتوفرت في شمال غزة. بالإضافة أنه بيت لاهية مركز فيها الفراولة، لأنه الفراولة تحتاج إلى أيدي عاملة مهرة. إحنا بالنسبة للنبتة هذه صارت عندنا الجيل السابع والجيل الثامن، بنتمنى انه نقدر ندخل شتل جديد على القطاع بالنسبه لاعطينا انتاج اكثر. هذه زي ما تقول خطيره الشتله، اخذنا 8 اجيال منها او 9 اجيال. احنا محتاجين لشتل يعني يكون مفحوص وكويس ونخب اول، يعني جديد ما انزرعش في الارض قبل هيك. زمان كنا نجيب الشتل من راس النجوره، شتل يعملوه من زي نويه زي ايش اقول لك، ياخذوه نطفه وتنزرع الشتلك وعمرهاش انزرعت في الارض، تعطيك انتاج 100%. ثمرة الفراولة ثمرة مائية، يحتوي على نسبة كبيرة رطبة مائية، يعني لا تتحمل عملية التصدير والنقل، فبالتالي ممكن يكون في تالف إذا لم يتم حصادها وتوصيلها إلى أماكن التسويق بسرعة. هذه أكثر المشاكل التي يواجهها المزارع. يتم فحص متبقيات المبيدات بشكل دوري،
لسلامة وضمان تسويق الفراولة وكافة المنتجات أن تكون خالية من متبقيات المبيدات. فبالتالي نحن نؤكد على أن ثمارنا تنتج خالية من متبقيات المبيدات، وبالتالي نناشد جميع مزارعينا الالتزام بنشرات المبيدات واتباع فترة الأمان لكل المحاصيل لضمان وسلامة إنتاج محاصيل تسوق في كافة المناحي وتصدر إلى كافة البلدان. اليوم احنا في محطة بيت التعبئة والفرز اللي تابعة للجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي توت الأرض والخضار والزهور بيت لاهيا. طبعا احنا الجمعية بنقوم بنقل المنتج من عند المزارعين بسيارات الجمعية وبننقله إلى محطة بيت التعبئة هان. في محطة بيت التعبئة بقوم طاقمنا من العمال والمهندسين موجودين في الجمعية، فالعمال بيقوم بتنزيله من السيارة إلى الشباك المحطة وبتم نقله على الشرشيرة اللي موجود هان. طواقمنا اللي هو تابعين للجمعية من المهندسين والمهندسات بقوموا بالعملية التشييك عليه من ناحية الجودة، ومن ثم العمال بياخذوه بحطوه على المشاطيح. من المشاطيح طبعا بتم لفها وتجهيزها ووضعها في الثلاجات اللي عندنا، هذه الثلاجات تبريد. في آخر الليل بتم نقله من هنا من المحطة إلى بسيارات طبعا مبردة إلى معبر كرم أبو سالم. تسويق المنتج الفلسطيني يسوق ومكتوب عليه اللي هو إنتاج غزة فلسطين، يسوق حاليا لأسواق الضفة الغربية فقط. سابقا كنا نسوق للأسواق الأوروبية، كان يسوق لكن عبر شركات إسرائيلية للأسواق الأوروبية. احنا اليوم إن فترة زمنية حاليا صار حوالي 10 سنوات بنسوقش للأسواق الأوروبية لعدة أسباب. منها السبب الأول، في دول كثير صارت تنافسنا في الأسواق الأوروبية مثل مصر والمغرب، إلى جانب تكلفة النقل من قطاع غزة إلى الأسواق الأوروبية عالية جدا، لأن احنا في قطاع غزة ما عندناش لا مطار ولا ميناء، فبنضطر إلى نقله عبر المعابر البرية اللي هو معبر كرم أبو سالم إلى اللي هو محطات إسرائيلية، ومن المحطات الإسرائيلية ينقل إلى المطار، ومن المطار ينقل إلى الأسواق الأوروبية. هذه تكلفة عالية جدا، تكلفة النقل، وبهيك ما قدرناش احنا ننافس اللي هي الدول القريبة من الأسواق الأوروبية. أيضا في مشاكل بتتعلق في معبر كرم أبو سالم حتى في الأسواق المحلية. معبر كرم أبو سالم غير صالح للتسويق المنتجات الزراعية، لأنه معبر مكشوف من الجانب الفلسطيني، مكشوف من الجانب الإسرائيلي، شبه مكشوف. احنا بنضطر في وقت الشتاء انه نغطي اللي هو المشاطيح نايلون، وهذه بتعود بالاثر السلبي عليها في حال انها طلعت الشمس. احنا بنحاول نحميها من المطر ومن الرياح، لكن لو طلعت الشمس عليها طبعا بكل لها اثر سلبي، لانه التنفس والبخار اللي موجود هذا بيأثر على جودة المنتج الموجود.